بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما أجمل الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. الحقيقة تحدثنا كثيرا عن النار وعذاب القبر والأهوال التي سيتعرض لها الناس يوم القيامة، إلا المتقين طبعا. أنا أحببت من خلال هذه السلسلة أن أتحدث معكم عن الجنة. طيب، كيف ندخل الجنة؟ ما هي صفات الأشخاص الذين سنراهم في الجنة إن شاء الله؟ ما هي الأعمال التي تؤدي بك إلى الجنة؟ طيب، كيف أعلم أنني، هل أنا الآن من أصحاب الجنة أم والعياذ بالله من أصحاب النار لا قدر الله؟ كيف أعلم مصيري؟ طيب، ماذا أفعل لأبلغ مرتبة عالية في الجنة؟ طيب، الجنة فيها مراتب، فيها درجات، ماذا يفعل أهل الجنة؟ كيف سنتخيل الحياة في الجنة؟ الزمن كيف يجري هناك؟ النظر إلى الله تبارك وتعالى، هل هناك إمكانية أن ننظر إلى الله عز وجل؟ الحقيقة أسئلة كثيرة كثيرة جدا عن الجنة. أحببت أن أتأمل معكم آيات الجنة في القرآن الكريم. لن نخرج خارج القرآن أيها الأحبة. القرآن حدثنا كثيرا عن الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. أيها الأحبة، كلمة جنات أول مرة وردت في سورة البقرة الآية 25، يعني بعد 24 آية تأتي الآية 25 فيها ذكر الجنات، ولكن لمن؟ انظروا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: وبشر الذين آمنوا. إذن الصفة الأولى الإيمان. طيب، هل أنت مؤمن بالله؟ هل أنت بالفعل موقن أن الله موجود وهو مالك كل شيء وهو المتصرف في الكون، أم أنك تلجأ إلى غيره وتنسى الله عز وجل في الشدائد؟ هل تنسى الله في الرخاء وتتعامل مع عباد الله وكأن الله غير موجود؟ إذن يجب أن تصحح إيمانك إذا أردت أن تكون ممن تنطبق عليهم هذه الآية. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإيمان لا يكفي أيها الأحبة، لابد أن يكون هناك عمل، لأن الإنسان عندما يدعي الإيمان كيف أعلم أنه صادق؟ من خلال عمله. أنت تدعي أنك تحبني، وعندما أطلب منك عملا بسيطا لا تأبه ولا تنفذ هذا العمل، إذن أنت لا تحبني بالفعل. فالمؤمن ينبغي أن يقوم بأعمال صالحة كإثبات أنه مؤمن. والله ليس بحاجة طبعا لهذه الأعمال، هذه الأعمال فائدتها علينا. إذن شرطان أيها الأحبة. وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يريد أن تستحضر، وأنت تقرأ هذه الآية أن تستحضر هذا النبي الكريم أنك ستكون رفيقه في الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا ملمح مهم أيها الأحبة، أن الله عز وجل بشرنا بالجنة عن طريق هذا النبي الكريم، لأننا يعني أقصى ما يريده المؤمن أن يكون بالقرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أن بشرنا على لسان حبيبي، قال يعني وبشر، قل يا محمد، بشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن ليست جنة إنما جنات. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني هناك رزق مستمر أيها الأحبة لا ينقطع، ليس هناك نوم، ليس هناك نصب، ليس هناك ملل، ليس هناك تعب.
رزق، رزق مستمر، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن هذه الآية أيها الأحبة ترد على أولئك المشككين الملحدين الذين يسعون لتشويه صورة الإسلام، وأن لهم ذلك، لأن أي إنسان يطلع على آيات الجنان، الآيات التي بشر الله عباده بالجنة، سوف يجد أن كل الآيات تتحدث عن أزواج مطهرة، ليس هناك جنس وكلام فارغ كما يقولون. من أين جئتم بهذه الأساطير؟ هناك أزواج مطهرة، كل كما في الدنيا، في الدنيا أنت أفضل حالة تعيش فيها هي حالة الزواج، الشذوذ الجنسي والزنا والفاحشة كلها تقصر العمر أيها الأحبة علميا وتنشر الأمراض. الاستقرار النفسي لا يحدث إلا بالزواج، هذا ما يؤكده العلماء في الدنيا. لذلك في الآخرة لن يكون هناك أي شيء متعة أو جنس أو كذا إلا في إطار الزوجية، ولهم فيها أزواج مطهرة. انظروا إلى كلمة مطهرة، كل رجل له زوجة مطهرة طاهرة. في الجنة هناك طهارة، ليس هناك كما يتصور هؤلاء الذين يدعون أن الجنة مليئة بالدعارة أو الجنس، استغفر الله من هذا الكلام، ولكن هذا للأسف ما يروج له الملحدون. ونحن نقول لهم لو سمحتم صححوا معتقداتكم، وهذا هو كتاب الله بيننا وبينكم، هذا هو القرآن، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن أيها الأحبة، فائدة اليوم من هذا من هذه الآية الكريمة أنك أيها الإنسان أن تؤمن وتعمل صالحا، أعمال البر كثيرة جدا. وبشر الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، ماذا نبشرهم؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن أنت أيها المؤمن الذي تعمل الصالحات في الدنيا، هناك جنات، وليس جنة واحدة، جنات تنتظرك تنتقل بينها، رزق دائم، هناك رزق دائم، هذه الحالة التي تعيش فيها متعة دائمة، وهذه المتعة ضمن إطار الزوجية وضمن إطار الطهارة التي رضيها الله لعباده، ولهم فيها أزواج مطهرة. وتأتي خاتمة الآية لكي لا تشعر بالحزن أو القلق أو الخوف، يعني قد الإنسان في الدنيا يخاف من الموت، يخاف من زوال النعمة، يخاف من أن يكون هناك نقص في الرزق. ختمت الآية بهذه البشرى، وهم فيها خالدون، ليطمئنك أيها المؤمن أن هذه الجنة وهذا الرزق وهذه الأنهار لن تنقطع وستبقى في حالة رزق دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.